راه كيف انطلقت العمليه؟ اللاعب لجوج اللي مر الايبولا اللي راوغ وفي نفس الوقت ركن الكره في المكان المناسب معطيا هدف التعادل لفريق الوداد البيضاوي وهدف لمثله هدف لمثله ودقيقتين كوقت بدل ضائعية المتبقيه في هذه الجوله الاولى. اذا في الوقت اللي كان الجماهير وكانوا اللاعبين ديال النضال البركانيه منتشين بالانتصار المحقق حتى الان ويطمحون في ان يكون تنتهي المواجهه خلال الجوله الاولى.